الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تصميم المحركات كميكانيكا، فهنتكلم النهاردة عن الأعطال الميكانيكية وأسباب فشل المحرك، وده هيبقى موضوع حلقتنا. ويا مساء الخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من يخوب عرض، والحلقه الثانيه عن المحركات. اول حاجه اتعلمناها لما بدانا نشتغل في المحركات ان مهم جدا تشخيص سبب العطل قبل ما نصلح العطل نفسه. واعطال المحركات بيكون ليها اكتر من سبب، عمر افتراضي او قله صيانه او سوء استخدام، وفي بعض الاوقات بيكون غلطات عملها فنيين اشتغلوا قبل كده على المحرك، وفي بعض الحالات النادره ما بيكونش في سبب معين والحاجه باظت لوحدها. في المجمل بيكون في حد ظرفك عين وبوظ لك الدنيا كلها من عين فتحيه. بالنسبه للعطال الميكانيكيه بتكون مبنيه على 5 مشاكل، زي الاستهلاك الكتير لزيت المحرك، ومشكله زي فقدان قوه المحرك، مشكله نقر او خبط جوه المحرك، مشكله ضغط الزيت، ومشكله تبريد. انظمه التبريد احنا عملنا عليها حلقه قبل كده فممكن ترجعوا لها. وبالنسبه لمشاكل من نوعيه عين فتحيه، فيا اما تبخروا او تذبحوا حاجه. نخش في الموضوع. استهلاك زيت المحرك، او بالمصري بنقول ان المكنه بتاكل زيت، يعني معدل استهلاك المحرك للزيت اعلى من الطبيعي. وهنا لازم نفهم حاجه، ان طبيعي جدا كميه الزيت في المحرك تقل بعد فتره، وده بيعتمد على حاجات زي حجم المحرك ووزن المركب ولزوجه الزيت والحموله القصوى للمحرك وسرعه الدوران في الدقيقه. ولكن لما نيجي نقول ان معدل استهلاكك للزيت اعلى من الطبيعي، معنى كده ان انت بتزود من نص لتر او لتر مره كل شهر او مره كل شهرين، كده يبقى عندك مشكله استهلاك زيت. والمشكله دي بتكون مشكله تسريب، لان طبيعي جدا الزيت ده لازم يروح في حته. التسريب ده لا مؤاخذه بيكون يا اما تسريب داخلي او تسريب خارجي. التسريب الداخلي يا اما الزيت بيتحرق مع الوقود يا اما بيخرج مع ميه التبريد. اول حاجه بنشتبه فيها لما الزيت بيتحرق مع الوقود هي حلقات المكبس او البيستون رينجز، الشنابر، بمعنى ان الزيت بيعدي من حلقات المكبس وبيفضل موجود على جدار الاسطوانه، وده بيكون نتيجه ان المحرك اشتغل سنين طويله او قله صيانه، وده ادى الى تاكل حلقات المكبس وسد مجرى الزيت الموجوده في المكبس المسؤوله عن تسريب الزيت بعد ما اتقشط. تاني مكان الزيت ممكن يخش منه عن طريق دلائل الصمامات، وده بيكون نتيجه ان الدليل واسع وبقى يسرب زيت داخل حقة الاحتراق، وساعات بيكون الاويل سيل نفسه اللي بيكون محكوم على الصمام واسع وبقى يهرب زيت. وابناء عليه هنلاحظ الاتي: وجود دخنه لونها مزرق مع خروج العادم، وجود رواسب كربونيه على الصمامات وعلى شموال الاحتراق وعلى جدار الاسطوانه وعلى سطح المكبس بشكل عام. وفي حاله ان الزيت بيخرج مع ميه التبريد، ده في المجمل هتلاقوه في الدوائر المفتوحه، وساعتها ممكن تلاحظوا ان في زيت عام على الميه مع ميه العادم اللي خارجه. اما بالنسبه للتسريبات الخارجيه فده سهل جدا تعرفه. المشكله الثانيه فقدان قوه المحرك، ليها اكتر من سبب الحقيقه، ولكن كاعطال ميكانيكيه بيكون ليها سببين: مشكله في الكبس او مشكله في تنفس الموتور. مشكله الكبس يعني لما البيستون يكون في شوط الضغط وبيكبس هواء ما بيوصلش للضغط المطلوب بسبب وجود تسريب، وبيكون ليه اكتر من سبب: جوان وش السلندر يكون ضارب، او صمام مكسور او متاكل، حلقات المكبس نفسها تكون مكسوره او متاكله، تاكل في المكبس، او صوصه الصمام تكون مكسوره، وفي المقبل الصوصة دي بتتكسر لما المية تخش على الزيت. مشكلة تنفس الموتور بقى معناها ان كمية الهواء اللي المفروض تخش جوه الاسطوانة ما بتكونش كافية، او بالبلدي كده بنقول ان الموتور مخنوق، ودوت بالتبعية هيأثر على شروط الضغط. طبعا ليه اكتر من سبب، ممكن يبقى فلتر الهواء مسدود او مشكلة في البوابات، ولكن كعطال ميكانيكية بتكون الاسباب كالاتي: تآكل فصوص عمود الكامات، وده بيؤدي ان الصمامات ما بتفتحش للاخر، وينفتح بتفتح متاخر، وتاخر فتح الصمامات ساعات بيكون ناتج عن استطاله حصلت في الجنازير المسؤوله عن نقل حركه من عمود الكرانك لعمود الكامات، تراكم الكربون على عنق الصمامات وسطح المكبس. ثالث مشكله معانا مشكله النقر. مشاكل النقر بتتحدد عن طريق حاجه اسمها ثيريسكوب بتاع اللي عامله زي سماعه الدكتور، وفي منها بيكون امبليفايد عشان يضخم الصوت. ولازم نخلي بالنا من الاتي: مهم جدا تحدد مكان النقر وسببه قبل ما تفك الموتور، لان في حالات كتير بيكون الموتور فيها اتفك وتعمر ورجع ركب تاني والمشكله ما اتحلتش. ولازم تحدد المشكله جايه من جوه الموتور ولا من الاكسسوارز اللي على الموتور. بالنسبه للاصوات اللي بتيجي من جوه الموتور بيكون مصدرها الاتي: اول حاجه معانا عمود الكرنك، وفي عمود الكرانك بيجي من كذا حته، المين بيرينجز وبالذات الفرونت مين بيرينجز، وبيطلع صوت نار بسبب ان الخلوط ما بين عمود الكرانك والسبائك وسع، وبتبان اكتر لما الموتور يسخن او لما توصل عدد لفات الموتور من 1500 ل 2500 ار بي ام. تاني حاجه معانا الثراست بيرينجز او لينات عمود الكرانك. عمود الكرانك بيكون ليه خلوص ان هو يتحرك يمين وشمال،
لينات الكرانك مسؤولة ان هي تحافظ على الخلوص دوت. اللينات دي بقى لما بتخس خلوص الكرانك بيوسع والكرانك بقى بيبتدي يرزع يمين وشمال وبتظهر اكتر وانت بتبطل الموتور. برضو الخلوص ما بين سبائك الروت جورنال مع الكونكتنج روت لما بيوسع بتطلع صوت. برضو نخش على البيستونز او البساتم، بتطلع صوت في الحالات الاتية: البيستون يكون مشروخ، الخلوص ما بين البيستون والاسطوانة واسع وبقى البيستون يلق في الاسطوانة، الخلوص ما بين البيستون بين والبيستون والكونكتنج روت وسعه وده هيبان اكتر في الايدل سبيد، البيستون رينجز او الشنابر يكون واحد فيهم مكسور، او ركبت شنابر جديده وكان في تجويف قديم في الاسطوانه بسبب الشنابر القديم. المشكله الرابعه والاخيره هي مشكله ضغط الزيت. مشكله ضغط الزيت بتكون يا اما ضغط عالي او ضغط واطي، ولكن الاكثر شيوعا هي مشكله الضغط الواطي، ومشكله زي ديت ممكن تجيب اجل الموتور في وقت صغير. واسبابه بتكون كالاتي: ان الموتور يكون استهلك في عدد السنين اللي اشتغل فيها، اهمال الناس في فحص زيت المحرك وده بيؤدي الى خفض مستوى الزيت لمستوى منخفض جدا وبيؤدي الى اتلاف المحرك بشكل كبير، بيحصل تآكل ملحوظ في سبائك المين جورنال او كراسي الاحمال وشويه بشويه بتوقع ضغط الزيت. في بعض حالات السبيكه بتكون لفت حوالين الكرانك شافت ودي بقى بتوقع ضغط الزيت نهائيا، وفي المعظم ده بيحصل بسبب السرعه العاليه. دول بيعتبروا اشهر مشاكل ميكانيكيه في المحرك وبتؤدي الى كومبليت انجن فيلير او فشل كامل للمحرك على المدى القصير او المدى الطويل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واستنوا الحلقه الجايه هنتكلم على الانجن ديسسامبلي والانجن انسبكشن، فك وفحص المحرك. اشوفكم على خير.